نحن نقدر نتقدم بشيئين بالعلم بقدرات Artificial Intelligence Technology. If we're going to talk about the UAE's ambitions in any field or any sector, the main driver always is we want to be number one. هل تعلم ما هو القاسم المشترك بين كل تلك الأجهزة؟ إنها أشباه الموصلات، رقائق صغيرة أصبحت عصب التكنولوجيا الحديثة والصناعات المتقدمة، والقلب النابض الذي يشغل الأجهزة الإلكترونية. تحتكر صناعتها دول محدودة وتعتبرها أسرارا عسكرية، وتحاول دول عديدة اقتحام تلك الصناعة والتفوق فيها. تضع دول الخليج طموحات كبيرة لتنويع اقتصادها، بما في ذلك الاستفادة من الذكاء الاصطناعي. نحن نقدر نتقدم بشيئين، بالعلم بقدرات Artificial Intelligence Technology وبالكوادر الوطنية المميزة اللي بتقود هذه الدولة في القرن 21 و22. ولأن أشباه الموصلات هي عنصر أساسي في تقنيات الذكاء الاصطناعي، تخطط دولة الإمارات لدخول تلك الصناعة المعقدة. فقد وضعت الإمارات الذكاء الاصطناعي في قلب خططها الاقتصادية المستقبلية، وتسعى لكي تكون منتجة لأشباه الموصلات المتقدمة باعتبارها عنصرا حاسما في سلسلة التوريد للتكنولوجيا. ولبلوغ هذا الهدف، أعلن مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في العاصمة الإماراتية أبوظبي عن تأسيس شركة استثمار تكنولوجية جديدة تركز على الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات. الشركة تسمى MGX، وهدفها تسريع تطوير واعتماد الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة عبر الشراكات في دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم. وتتعاون في تحقيق هذه الأهداف مع صندوق الثروة السيادية، شركة مبادلة للاستثمار، وشركة الذكاء الاصطناعي G42 الإماراتية. وتركز الشركة على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي التي تشمل مراكز البيانات والاتصال وأشباه الموصلات، بما في ذلك تصميم وتصنيع رقاقات المنطق والذاكرة وغيرها من التقنيات والتطبيقات الأساسية للذكاء الاصطناعي، مثل نماذج الذكاء الاصطناعي والبرمجيات وعلوم حياة البيانات والروبوتات. وتوقعت بلومبرج أن الشركة الإماراتية الجديدة تستهدف إبرام صفقات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي يمكن أن تتجاوز 100 مليار دولار في غضون بضع سنوات. وتقوم الشركة الإماراتية الجديدة بمناقشات مع شركة أوبن AI بشأن صفقة تمويل تتعلق بصناعة أشباه الموصلات. There is no reason whatsoever for us not to become a preferred partner to produce semiconductors. We've put it out there. I think it now is about the different companies and the different countries actually coming to the table and having these conversations with us. وفق التقديرات، يعود الذكاء الاصطناعي بفوائد كبيرة على اقتصاد دولة الإمارات، إذ من المتوقع أن يساهم بحوالي 14% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة بقيمة 96 مليار دولار بحلول عام 2030، وهو ما يجعل الذكاء الاصطناعي عنصرا شديد الحيوية في تنويع اقتصاد الإمارات. تنويع اقتصادنا ضرورة استراتيجية، وأولوياتنا تشمل تنمية قدراتنا في مجال العلوم والتكنولوجيا وتطويرها لتحقيق فوائد لجميع قطاعات الاقتصاد. السعودية بدورها تحاول دخول عالم صناعة أشباه الموصلات، فقد أطلقت الرياض مؤخرا المركز الوطني لأشباه الموصلات لتطوير شركات الرقائق التي تصمم أشباه الموصلات المتقدمة. وخصصت السعودية أيضا تمويلا بقيمة 100 مليار دولار هذا العام، سيخصص جزء منه للاستثمار في الذكاء الاصطناعي والمجالات التكنولوجية الأخرى. ومن المرجح أن تكون السعودية أكبر المستفيدين من الذكاء الاصطناعي، الذي من المتوقع يساهم بأكثر من 135 مليار دولار عام 2030 في الاقتصاد، أي ما يعادل 12.4% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.